احنا ذاك الوقت كان ماكو خدمات مثل الساعه بصراحه، كنا ملاحقين من البعثيين والامين تدري بها يعني هاي الامور كلها تاريخيه زين. فالان يوم براحتك تمشي تروح تجي تلطم يعني قبل ضغط ما تقدر تسوي هوسه ما تقدر تسوي زين. فكانت امور هواي اختلفت يعني الحمد لله وشكرا صار يوم راحتنا نروح ونجي ونقدر نسوي عزاء. اكو صعوبه كانت قبل بذاك النظام بالنظام صعوبه اللي. ورغم الصعوبه ورغم الخطوريه اللي كانت بيها احنا كنا نتحدى ونطب احنا اطفال صغار شباب كنا من خاطر باي شيء زينكم شلون الامين وبدأوا يحاسبونا والحمد لله الله واهل البيت وفي الله عباس قمر بن هاشم وابا عبد الله حسين طلعنا. وايضا في بيوتنا كانت مجالس يعني احنا عدنا يعني الامن دخلوا خلى رجل بالعتبه بالقدام بالعتبه ورجل بالشارع زين. وكانت اقراص الحسينيه بالبراني على السيدي زين شاهد الله عليه. وهذا عن الدرب الحمام الحسين عليه السلام احكي هاي دفع العباس عليه السلام قمر بن هاشم قال ارجع. كان جاينا في المتوبه الايراني استوى طاب لنا كان يجينا من سوريا نوزعهن بالنجف مؤسسه الفقمه للتسجيلات الصوتيه زين كانت. فكنا نوزعهن حتى جبنا القرص مال شلون الجيش طب الكربلاء ايامها. بالتالي حجينا هو تحدي. السر بهذا التحدي شنو اللي زارع حرقه بالقلب؟ هذا التحدي بنفوسكم. هذا في نفوسنا وفي ابائنا وابائنا ابائنا واباء ابائنا. نعم. يعني هي متجذره بالاجداد والاباء. يعني في الاصل يا علي يا داح الباب كنا نهتف يا داح الباب. كنا احنا بالاصلاب مو شيء ما ايه. فهذا شيء هذا متجذر باجدادنا وابائنا وامهاتنا رغم الطغاة. هذه زياره والمسيره مستمره. اتمنى لكم التوفيق ان شاء الله وتوصلوا بالسلامه. اتمنينا ان نكون ان نستشهد في هذا الطريق او نقتل نسمع انفجارات واحنا في ذلك الوقت نستمر يعني من سقوط الطاغيه المجرم مستمرين يعني في يومنا فوق من خان سمعت الدبه قريب كربلاء شالت الوادي مدقتها من زين. قالوا انفجار امشي يلا انفجار شي ولا انفجار زين على الوادي هي مسيره تحدي حجي. خلينا نلتقي حياك الله زين.